بقول لكل الاعلاميين وكل الصحفيين انتقد مرتضى منصور ومجلس اداره والمديرين واي حد كما تشاء، انما هتشتم هربيك انت وابوك. تاني بقوله اهو كلام واضح، هتشتم هربيك انت وابوك. فرق بين الم اللي انا عرفته انا ليه جماعه صحافه وبتدرب 4 سنين في اخبار اليوم المؤسسه العريقه من 70 ل 74، ولولا ان انا طلعت الاول واشتغلت وكيل نيابه كنت كملت في الصحافه. في فرق بين الالم والمطوه، الالم فوق دماغك، انتقد كما تشاء. اللي انت حياتي الخاصه من حقك تنتقدني فيها، لان انا راجل عام من حقك تنتقدني حياتي الخاصه. عملي العام انتقدني فيه، انما هتقل ادبك هديك بالجزمه اللي في رجلي. مهما تكون كلامي واضح، هتقل ادبك عليا او على النادي بتاعي على مجلس ادارتي هديك بالجزمه اللي في رجلي. حضرتك هتنتقدني فوق دماغي، بالعكس انت لما بتكتب صح انت بتنور لي الطريق.